اعتادت أن تثير الجدل في معظم إطلالاتها، وذهبت بعيداً في الحد الذي يمكن أن تصل إليه الأزياء الغريبة. هل تذكرون فستان اللحم الني والفستان على شكل ضفدع أو زي الأخطبوط؟ وفي وقت يعتبرها البعض مستفزة، يعجب الكثيرون بتمردها على النمط السائد في اللباس. هي فنانة، كاتبة أغاني، ممثلة وراقصة أمريكية، كانت مولعة بالموسيقى منذ طفولتها، وفي سن 13 كتبت أغنيتها الأولى إنها ليدي غاغا. اسمها الحقيقي هو ستيفاني جوان أنجلينا جيرمانوتا. ولدت في 28 من مارس عام 1986 في منهاتن بنيويورك. والدها هو جو أنتوني جيرمانوتا، رجل أعمال من أصل إيطالي، ووالدتها هي سينتيا لويس بيست، سيدة أعمال من فيرجينيا الغربية. طفولة ليدي غاغا لم تكن عادية، وفيما يتعلم الأطفال الكلام والمشي في طفولتهم، كانت ستيفاني تتعلم العزف على البيانو منذ أن كانت في الرابعة من عمرها، وفي سن 13 بدأت بكتابة أغنيتها الخاصة قبل أن تنطلق للغناء في النوادي والحانات. وفي 17 دخلت كلية تاش للفنون بجامعة نيويورك، وكانت واحدة من بين 20 طالبا فقط ممن حصلوا على شرف القبول المبكر. ولكن وعلى الرغم من أنها أحبت هذه الجامعة، بدأت تميل من ذاك الوقت إلى التحرر، فانسحبت من الكلية بعد سنتين، واعتبرت أنها تستطيع أن تعلم نفسها الفن بشكل أفضل، كما غادرت منزل والديها. وقبل أن نكمل الحديث عن مسيرتها الفنية، دعوني أخبركم كيف تحولت ستيفاني أنجلينا إلى ليدي غاغا. هناك بعض الجدل الذي يرافق حقيقة حصولها على اسمها الفني. المنتج روب فوزري الذي تعاملت معه في بداياتها يقول إنه هو الذي أطلق عليها هذا اللقب، إلا أن غاغا تؤكد أن اسمها الفني مستوحى من فرقة كوين للروك أند رول، وخصوصاً أغنيتها الشهيرة راديو غاغا التي تعود للعام 1984. وأوضحت أن أصدقائها كانوا يطلقون عليها لقب غاغا، وعندما بدأت مسيرتها الموسيقية قررت استخدامه في عملها. الاسم الفني أحياناً يلعب دوراً في مسيرة الفنان، وأحياناً أخرى ترسم صدف المسار. في عام 2008 استطاعت غاغا أن تثبت نفسها كنجمة لموسيقى البوب. أطلقت أول أغنية ناجحة حملت اسم جاست دانس ضمن ألبومها الغنائي الأول The Fame الذي لاقى نجاحاً كبيراً جداً. ويبدو أن 8 هو رقم الحظ بالنسبة إلى غاغا. فبعد 10 سنوات في عام 2018 تحديداً أطلت كنجمة سينمائية حين أدت دور البطولة في فيلم Star is Born، وحصلت أغنيتها شالو التي أدتها في الفيلم بمشاركة برادلي كوبر على جائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية. لكن النجاح قد يترافق أحياناً مع إخفاقات. فعام 2013 أصدرت غاغا ألبوم Art Pop الذي خيب أمال عدد من النقاد والمستمعين، وانعكس ذلك سلباً عليها. عاشت فترة صعبة، إضافة إلى أنها كانت قد خضعت لجراحة في الورك وعانت آلاماً شديدة، فقررت التوقف عن الغناء، لكن القدر لم يشأ ذلك. فبعد عام فقط تعرفت على المغني توني بينيت الذي كان حينها قد تخطى 80 من عمره، وشكلا ثنائيا غنائيا ناجحا بعد أن شجعها وأقنعها بمواصلة مسارها الفني. سجلت معه أغنية تشيك تو تشيك عام 2014 وألبوم Love for Sale عام 2021. وتعترف غاغا بأنها كانت تشعر أنها ميتة، لكن توني أنقذ حياتها وساعدها على استعادة صوتها وثقتها بنفسها. ومع انتخاب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية عام 2021، انتظر الجميع إطلالة غاغا في احتفال التنصيب، حيث أدت النشيد الوطني في مبنى الكابيتول، وارتدت فستاناً بالأحمر والأزرق للمصمم الإيطالي سشاباريلي مع حمامة ذهبية مثبتة على صدرها، وصرحت بأن الفستان مضاد للرصاص. قد تكون غاغا مستفزة للكثيرين، وقد يراها البعض غريبة الأطوار أو فنانة تخطت حدود التحرر، لكن لا شك في أنها نجحت في أن تكون شخصية غير تقليدية في الفن والموسيقى، وحتى في الإصرار على مواجهة انكسارات الحياة.